على أي حال الآن تنضم إلينا عبر سكايب من تونس أستاذة بدرة قالول، مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية. أستاذة بدرة أهلا بحضرتك. أستاذة بدرة أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. يمكن تبعنا هذا المؤتمر الصحفي، الحقيقة أنه في أكثر من محور ستتم مناقشته، لكن يعني أبرز ما لفت نظرك في ما تحدث عنه الوزيران، وأيضا زيارة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، والتباحث فيما يخص العلاقات التونسية الجزائرية. طبعا ان شكرا لك، مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين الكرام. طبعا ان العلاقات التونسيه الجزائريه هي علاقات يعني ممتده في التاريخ، ونحن نعتبر ان عندنا علاقات متقدمه جدا، ولسنا بلدين منفصلين، بل لنا نفس الهموم المشتركه ولنا نفس المصالح، حتى انه نعتبر نفسنا بلد واحد، وتونس والجزائر. اذا هذا اللقاء يعبر على كل المتغيرات اللي قاعده تسير الان على مستوى الاقليم والمخاطر التي تتعرض لها المنطقه ككل، وخاصه في الملف الليبي الذي يعتبر كذلك ملف هام جدا بالنسبة إلى تونس والجزائر وليبيا معا. إذا نحن بلدان المغرب العربي، وخاصة ثلاث بلدان تونس وليبيا والجزائر، هم يعني يجب أن تكون بيننا رؤية واضحة مشتركة، يعني بروفايل واحد من أجل مصلحة المنطقة ككل. طيب أعود للجزء الخاص بتونس والجزء الرئيسي في هذه الفقرة قبل أن يأتي المؤتمر الصحفي. اسمح لي فقط أن أقرأ لي السادة المشاهدين آخر التطورات فيما يتعلق بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأن هناك تم الاتفاق بين أربع كتل نيابية تونسية للبدء في إجراءات فورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان. تشمل هذه الكتل النيابية الموجودة الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية. هذا الاتفاق الأولي على سحب الثقة يأتي بعد حادثة العنف التي ارتكبها رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الإخواني سيف مخلوف ضد الأمن الرئاسي الخاص بالبرلمان. ويعيش البرلمان التونسي أجواء مشحونة منذ ترأس الإخواني راشد الغنوشي، ولا يمثل محل إجماع وطني في تونس حسب العديد من المتابعين وأيضا البرلمانيين اللي موجودين، وحسب ما تظهر نتائج أيضا استطلاع الرأي. أستاذة بدرة، يعني كانت هذه آخر التطورات فيما يخص راشد الغنوشي والأجواء المشحونة في البرلمان التونسي منذ فترة يعني ليست بقليلة. آخر التطورات هو مسألة التكتلات اللي بتبدأ إجراءات بعد الاجتماع اللي أجرته هذه التكتلات في يوم السبت. الآن خرجت بأنهم سيعلنوا عن إجراءات لإعادة مسألة سحب الثقة من الغنوشي. ما هي أبرز الإجراءات وكيف تمثل هذه الكتل زخم داخل البرلمان؟ يعني الآن الوضع السياسي في تونس وضع محتقن جدا، الطبقة السياسية أصبحت يعني مترهلة جدا وفي مأزق كبير، لأن البرلمان التونسي أصبح يعني وكأنه سوق للبيع والشراء، والكل يعني ضد الكل والكل مع الكل، والمصالح وخاصة المصالح الضيقة سواء كانت الشخصية المصالح الحزبية. ما فعله يعني النائب عن ائتلاف الكرامة وبإدخال واحد يعني من المواطنين اللي يعتبر احنا S17 يعني S17 يعني هو عنصر خطير ومراقب تتبعه يعني مشاكل إرهابية أو شبهات إرهابية وما إلى ذلك، وخاصة أن هذا كان في سوريا وكان في العراق يعني ورحل إلى فرنسا ثم رجع. والسيد هذا هو سيد يعني سيد النائب هو محامي نحن نعرفه أنه محامي الإرهابيين يعني، وما دخوله للبرلمان إلا الحصانة. إذا والاعتداء على أمن الرئاسة والكلام، الاعتداء اللفظي والاعتداء حتى المادي وما الى ذلك، هذا يبين يعني انهم الان في ارتباك كامل.
أنا أقول إن ورقة النهضة قد سقطت ومشتقاتها، وهم الآن نعم، في ورقة ارتباك كبير. النهضة، ورقة النهضة ماذا؟ سقطت نعم نعم سقطت سقطت يعني بالمفهوم المزاجي، فهم الآن في حالة ارتباك كبير جدا. طيب هم أستاذة الآن بدرة، يحاولون في أن يظهروا أنفسهم على أنهم الضحايا في نفس الوقت. تفضلي تفضلي سيدتي. في الحقيقة إنه في يعني كفتين او اتجاهين في البرلمان. الكتل البرلمانيه المهمه اللي احنا اتكلمنا عنها واللي بتطالب بسحب الثقه من الغنوشي وبتطالب بادراج الاخوان كجماعه ارهابيه او منظمه ارهابيه وكل الامور اللي احنا عارفينها، في ايضا تحالف بين ائتلاف الكرامه وقلب تونس مع النهضه. بالموازنة بعدد المقاعد أو بالأغلبية أو بالتأثير داخل البرلمان، هل لا تزال النهضة أيضا هي المؤثرة على اعتبار أنها الأغلبية؟ شكليا شكليا مثل ما قلت، 3 أحزاب ضد 5 أحزاب، طبيعي أن تكون ال5 أحزاب يعني ال4 كتل مع حزب عبير موسي سيكون الأغلبية. لكن أنا أخاف من شيء واحد يعني بصراحة، يعني نقولها مباشرة، هناك حتى في هذه الكتل هناك نوع من الارتباك وهناك يعني نوع من الابتزاز ما بين بعضهم، لأن النهضة الآن تريد أن تسقط حكومة الفخفاخ، وهناك منهم من هم الآن في حكومة الفخفاخ، وفي نفس الوقت النهضة تريد أن تمسك من جديد، لأن كل الأوراق اللي عندها وكل خيوط اللعبة قد خسرتها، لكن عندها مازال عندها خيط واحد تلعب به، هو أنه ملفات فساد أو شبهات أو ابتزاز أو وعود ومهادنة، يعني هذا كله ممكن. نقول أنه 4 كتل معاهم كتلة السيدة عبير موسي يجيبوا 109 وأكثر، هو المطلوب 109، يجيبوا 109 وأكثر، لكن الإشكالية الكبرى أين تكمن؟ أنه يمكن أن النهضة ستلعب الورقة الأخيرة في التصويت وفي الإجراءات، وخاصة عندما تأخذ مجموعة من الـ كما فعلت في لائحة تجريم الاعتداء على ليبيا الأجنبي، في الأخير لعبت الورقة وجاب معناها وكان وانخفض العدد ولم تمر اللائحة. أنا أخاف من هذا فقط، وفي كلتا الحالات فإنه راشد الغنوشي اليوم قد سقط، لأنه حزب النهضة عندما تدافع عن نفسها وعن زعيمها اللي هي تعتبره زعيم يعني، وهو انتهى، وفي حد ذاتها هناك انشقاقات كبيرة جدا داخل حركة النهضة، وتريد إسقاط هذا السيد لأنه يعني عنده أكثر من 40 سنة، هو رئيس حزب، يعني السيد هذا يلزمه ينتهي. إذا انتهى في البرلمان فإنه ستدخل ارتباك كبير جدا، لهذا قلت أن ورقة النهضة قد سقطت. قلب تونس لا نعرفه جيدا، قلب تونس هو مجموعة من الانتهازيين، يعني مع احترامنا إلى قلب تونس، لكن هذه المجموعة تريد أن تدخل إلى الحكم، تريد أن تدخل إلى إسقاط حكومة الفخفاخ من أجل الدخول إلى القصبة. لكن الإشكالية الكبيرة، وعندما يفعل الفصل 97 من الدستور التونسي، فإنه يجب أن يمر من تختاره حركة النهضة، يعني يمر عبر رئيس الجمهورية، وهم الآن يتفاوضون من أجل إدخال رئيس حكومة هو السيد نبيل القروي. والسيد نبيل القروي إذا كان وضع ملفه عند رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد فلن يمر. هنا في كل الحالات حركة النهضة تسقط، نعم، طيب. وسقوط مدوي جداً في داخل البرلمان، يبدو أنه الأمور أيضا مشحونة، لكن أيضا يعني في الخلفية من كل هذه الأحداث يبدو أنه هناك مصالح أيضا للأحزاب وللأشخاص. هناك من يريد بالفعل عزل راشد الغنوشي وإخراج النهضة من المشهد على اعتبار أنها يعني إرهابية ولها علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية وهذه الأمور، وهناك من يريد ويبحث عن مصالح شخصية كما ذكرت حضرتك. لكن في الشارع التونسي بالتأكيد المواطن لا يكذب في هذه الأمور، ويعني يبحث عن الأفضل لتونس. هل هذه الحالة داخل البرلمان بتعكس أيضا
الرغبة الشعبية من قبل التونسيين في رفض وسقوط النهضة؟ يجب أن نعرف أن هناك قطيع النهضة، يعني هناك مجموعة الموالية من الشعب التونسي. الشعب التونسي ينقسم إلى اثنين اليوم، يمكن أن ننظر إلى الشعب التونسي جزئين، جزء اللي هما القواعد النهضة ومن والاها ومشتقاتها، هذا موجود بما يعادل يعني 500,000 أو 600,000 من الشعب التونسي. الباقي من الشعب التونسي يا إما يكون صامت، والأغلبية معناها أقلية صامتة تتفرج، يعني وكأننا نشوف احنا بما يقال بالتونسي فخار يكسر في بعضه، يعني ناس قاعدة تكسر في بعضها. والشعب التونسي بصفة عامة يريد أن يسقط النهضة، لأنها 10 سنوات قد تمكنت من تونس، وتونس اليوم دخلت في أزمة كبيرة جدا اقتصادية، والمجتمع التونسي مجتمع عايش، يعني يحب يعيش، يحب يعني مجتمع مثقف جدا، مجتمع متمدن. فالمشكلة أصبح يحس إن هو بدأ يرجع إلى الخلف، وهذه إشكالية كبيرة جدا. هل كان هناك تأثير على الطبيعة الثقافية والهوية التونسية على مدار ال10 سنوات الأخيرة من قبل النهضة، أو محاولة لتغيير هذه الطبيعة وهذه الهوية التونسية من قبل حركة النهضة، أم لم يستطيعوا فرض قوانين مثلا أو فرض آراء تتعلق بالهوية التونسية ومسألة تعدد الثقافات ومسألة الحرية الفردية والحرية الشخصية، خصوصا للنساء اللي بتتمتع بدرجة عالية جدا من الحرية في تونس؟ صحيح ان هناك محاولات كبيره جدا، يعني 10 سنوات من الـ من الـ من الجدل، هناك الكثير من الجدل، هناك الكثير من الضغط، لكن بقي الشعب التونسي متماسك، يعني فيه نوع من الاخلالات، هناك من ذهب معهم وتراجع، هذا الجدل لفاي فيام، معناها هناك الكثير من الجدل، لكن بقيت تونس على الهويه التونسيه، وبقي التونسيين محافظين على هويتهم، لكن استمروا اكثر ربما سيؤثرون، واثروا في بعض الاماكن، اثروا في بعض الاشياء، اثروا، لكن بقوا الى الان يعني منكسرين. ونحن ربحنا الحرب، انا اقول اننا كنا في حرب مع هؤلاء، الان نعتبر انفسنا اننا ربحنا الحرب بفضل طبقة لا تزال يعني متماسكة ومتمسكة بثقافتها بهويتها. نذكر جيدا الفيديو المسرب لأحد قيادات النهضة الشيخ مورو عندما قال نحن لا نريد أباؤهم، لا خلاص أباؤهم انتهى أمرهم، لكن نريد أبنائهم. واستفقنا على هذه النقطة، وكان المجتمع المدني التونسي مجتمع قوي جدا جدا جدا، وله الكثير من الحرية، وله الكثير من التحركات ضد أي إجراءات أو أي تعليمات أو أي شيء تتخذ هذه الحركة لأخوانة المجتمع التونسي. المجتمع التونسي بطبعه لا يمكن أخوانته، المجتمع التونسي له خصوصية معينة، وهذه الخصوصية التي بنيت على مدة 60 سنة ما بعد الاستقلال إلى اليوم الناسي هذا لا يمكن أن تكون، أن تتأخون، بالرغم أنهم تمكنوا من السلطة، لكنهم لم يهنأوا يوما بالسلطة. أنا أقولها وأكررها، فعلا إنهم تمكنوا ولكنهم لم يهنأوا يوما، لم يحققوا انتصارات، إنما حققوا نقاط سياسية لصالحهم، والباقي كله فشل. أخيرا في جملة يعني واحدة أستاذة بدرة، بتتوقعي بالفعل سحب الثقة من الغنوشي؟ صراحة أنا لا أعتقد. صراحة يعني نكون واقعيين، هو كله انه 4 كتل وكلها ماذا انت يمكن ان تعطيني وماذا يمكن ان اعطيك، يعني هذه مناورات سياسية، ونحن تعودنا من التيار الديمقراطي، من الجبهة الشعبية، من انا اقول انه حزب السيد عبير موسي الدستوري الحر سيتمسك بموقف، لانه واضح جدا ما يريد، لكن البقية تناور سياسيا. أشكرك جزيل الشكر الأستاذة بدرة قعلول، مدير المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية، كنت معنا عبر سكايب من تونس.